أهلا بكم وتقرير جديد من تقاريرنا اليومية المفصلة بشأن تطورات فيروس كورونا بدولة إيطاليا. بالنسبة للأعداد لليوم 27 مايو العام 2020 فهي كالتالي: إجمالي الحالات 231139 حالة، وهي كل الحالات التي أصيبت منذ بداية الجائحة إيكازي توتالي دالينيسيو ديلا بانديميا، أي أنها تشمل جميع حالات الشفاء وحالات الإصابة وحالات الوفاة، وهي تزيد عن أمس بمقدار 584 وفي كاسي بوزيتيفي أو 584 حالة إصابة جديدة، وهي حالات الإصابة لليوم 584، وحالات الإصابات الفعلية الموجودة في الوقت الحالي أتوالمنت بوزيتيفي، وهي بعد طرح حالات الشفاء وحالات الوفاة، المصابين الفعليين الموجودين في الوقت الحالي 50966 حالة، وهي تقل عن أمس بمقدار 1976 حالة. أما حالات الوفاة الموجودة حاليا فهي تسجل 33072 ديتشيدوتي أو حالة وفاة، وهي تزيد عن أمس بمقدار 117 ديتشيدوتي أو حالة وفاة، وهي طبعا حالات الوفاة الجديدة لليوم. وحالات الشفاء تصل إلى 147101 جواريتي أو حالة شفاء، وهي تزيد عن أمس بمقدار 2443 جواريتي أو حالة شفاء. حالات الإصابة لليوم أو حالات الإصابة الجديدة لليوم نوفي كاسي بوزيتيفي بتسجل 584 حالة إصابة جديدة، طبعا هي للأسف بتزيد عن أمس واللي كانت مسجلة فيه 397 حالة إصابة جديدة، ولكن أيضا حالات الكشف المسحي لليوم هي 67324 حالة كشف مسحي. وحالات الكشف المسحي على مدار الجائحة أو على مدار الأزمة بتسجل 3,607,251 حالة كشف مسحي أو إي تامبوني على مدار الأزمة. وحالات الوفاة لليوم أيضا للأسف هي بتزيد لتسجل 117 حالة وفاة أو ديتشيدوتي، وحالات الشفاء بتسجل 2443 حالة شفاء. طبعا حالات الشفاء يعني الحمد لله هي مستقرة وكويسة، وحالات الشفاء يعني هي 147,000 الإجمالي بتاعها، 147,101 حالة شفاء أو جواريتي من إجمالي 231,139 حالة، يعني حالات الشفاء يعني الحمد لله بتصل لنسبة كبيرة جدا من إجمالي الحالات اللي أصيبت من أول الجائحة أو من بداية الأزمة. بالنسبة لحالات الإصابة الإجمالية يعني هي كل يوم بتنخفض، واليوم بتنخفض بمقدار 1976 حالة لتسجل 50,966 حالة، يعني المصابين الموجودين حاليا الإيجابيين في الوقت الحالي أكتوالمنت بوزيتيفي هم 50,966 حالة من إجمالي 231,139 حالة اللي هي حالات الإصابة الإجمالية، طبعا في منها حالات الشفاء والوفاة. هي 50,966 حالة في منهم 42,732 حالة سي تروفانو إن إيزولامنتو دوميتشلياري أو موجودين في العزل المنزلي، نظرا لأن هم ما عندهمش أعراض أو أعراض يعني ما فيش منها أي خطورة، فممكن يكونوا موجودين في البيوت، وكمان عشان يعني ما يعدوش غيرهم يكون أقل منهم في المناعة، وهم عددهم بيقل عن أمس بمقدار 1772 حالة. وبالنسبة للحالات ريكوفيراتي كون سنتومي أو اللي هي موجودة في المستشفيات بأعراض فهي بتسجل 7729 حالة. أما حالات الرعاية المركزة أو ترابية انتنسيفة فبتسجل 505 حالة، وهي تقل عن أمس بمقدار 16 حالة، يعني جميع المصابين الموجودين في المستشفيات بما فيهم الرعاية المركزة هم 7729 حالة و505 حالة موجودين في الرعاية المركزة، يعني تقريبا هم 8300 حالة من إجمالي 50,966 حالة، وبقية الحالات حالتها مستقرة وموجودين في العزل المنزلي.
بالنسبة لحالات الإصابة 584 حالة، حالات الإصابة الجديدة لليوم نوفي كازي بوزيتيفي، هم موزعين كالتالي على الأقاليم في إيطاليا: لومباردية 384 حالة، وبيمونت 73 حالة جديدة، وإيميليا رومانيا 16 حالة جديدة، وفانيتو 8 حالات جديدة، وتوسكانا 12 حالة، وليجوريا 39 حالة، لاتسيو 11 حالة جديدة، ماركا لا يوجد فيها أي حالات جديدة، وكامبانيا يوجد بها 6 حالات جديدة، وبوليا 10 حالات جديدة، وترينتو 7 حالات، وسيتشيليا 5 حالات، وفريولي فينيتسيا جوليا يوجد بها 4 حالات جديدة، وأبروتسو 5 حالات جديدة، بولسانو لا يوجد بها أي حالات، وأيضا أمبريا لا يوجد بها أي حالات، سردينيا يوجد بها حالة واحدة جديدة، وفال دعوستا يوجد بها لا يوجد بها أي حالات، وكالابريا يوجد بها حالة واحدة جديدة. طبعا كالابريا بعد أكتر من يوم ما كانش فيها أي حالات، تقريبا 5 أيام، اليوم في حالة واحدة جديدة، موليزا يوجد فيها حالتين جداد، وبازيليكاتا لا يوجد بها أي حالات جديدة. طبعا إجمالي الإصابات 584 حالة إصابة لليوم. ومن أخبارنا الأخرى أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سعيد بقرار المفوضية الأوروبية واللي بترأسها أورسولا فوندرلاين، وأن هي خصصت 750 يورو مخصصة لأضرار كورونا، منهم 500 يورو غير قابلين للسداد، هي عبارة عن منح، و250 يورو هي قروض بتسدد مرة أخرى. وجوزيبي كونتي بيقول هو ده تحديدا اللي كانت يعني عايزاه إيطاليا، وبالفعل هو بيطلب من الدول الأوروبية الموافقة على الترتيبات أو حزمة الإصلاحات واللي دعت ليها فوندرلاين. وإيطاليا تقريبا هتحصل على حوالي ربع المبلغ المخصص للاتحاد الأوروبي لإعانة الكارثة، وهو تقريبا إيطاليا هتحصل على 81 مليار كمساعدات مالية، و 90 مليار في شكل قروض بتسدد مرة أخرى. وأيضا باولو جينتلوني، وباولو جينتلوني هو حاليا مكلف الشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية، هو قام بتغريدة أو يعني كتب تغريدة على تويتر الخاص به، وقال أن أوروبا بتقترح إنشاء صندوق تعافي، أو المفوضية الأوروبية بتقترح إنشاء صندوق تعافي بمقدار 750 يورو، ويتعين على الدول الأعضاء كلها الموافقة على الاقتراح اللي قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين. طبعا باولو جينتلوني هو أصلا طبعا إيطالي، وهو كان قبل كده وزير الخارجية في فترة ما، وأيضا هو كمان مسك الحكومة التكنوقراطية في أثناء أزمة التقشف، وكانت تقريبا 2011. ومعنا خبر ان وكالة الأدوية الإيطالية أيفا علقت او منعت في الوقت الحالي استخدام دواء الملاريا، واللي هو المادة بتاعته الهيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، وقالت ان هو اخطاره اكثر من فوائده، وده بعد ما منظمة الصحة العالمية ايضا صرحت بخطورة هذا الدواء، وبكده يعني حتى لو هو كان مفيد في فيروس كورونا ولكن ليه أخطار أو أثار جانبية أخرى أكثر خطورة من إن هو يعالج الفيروس. ويعني نتمنى إن هم يتوصلوا لعقار فعلي ونهائي لفيروس كورونا.
والخبر الأخير إن في طبيب إيطالي، والطبيب الإيطالي اسمه باسكوالي ماريو باكو. وباسكوالي ماريو باكو أو الطبيب الإيطالي قال إن فيروس كورونا لما عملوا عليه اختبارات لقوا إن هو في درجة حرارة من 25 ل 30 درجة في 53% من السلالات بتختفي تماما، ولكن بقية السلالات وهي 47% بتظل موجودة، ولكن نشاطها بيقل ب 12 مرة أقل من نشاطها الطبيعي. وهو بيقول إن الفيروس رغم إن هو من سلالة سارس ولكنه ما بيموتش بالحرارة زي سارس، هو بيظل موجود 53% بس منه اللي بيختفي، ولكن 47% موجودين ولكن بنشاط ضئيل. ولكن هو بيقول نتيجة إن هو هيكون عايش وموجود، فده من المحتمل ان هو يكون في موجة تانية للفيروس ان شاء الله، يعني ما تحصلش، او ان هم يحاولوا يلاقوا قبلها اي تصرف اخر. وهو قال ان هو احتمال يكون في موجة تانية للفيروس، وخاصة في المناطق الباردة في ايطاليا هي اللي هتكون اكثر تعرض لوجود الفيروس مرة اخرى، ده في حالة وجوده، ونتمنى ان شاء الله ان ده ما يحصلش. وكانت دي كل أخبارنا لليوم 27 من مايو عام 2020. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله غدا في تقرير جديد. شكرا لحضراتكم.